لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماث Primary 3 او الصف الثالث الابتدائي Term 1 الترم الاول، والنهاردة هنشرح Lesson 8 او الدرس الثامن، وهو درس جميل جدا، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه، وده مهم جدا. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 8 يا اصحابي لسه بيكلمنا عن Measuring Lengths، Measuring Lengths او قياس الاطوال، وطبعا احنا بنتكلم عن المليمتر، المليمتر او المليمتر. وطبعا احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان المليمتر او المليمتر هو 1/10 من السنتيمتر، يعني كل سنتي اللي هو السنتي اللي احنا عارفينه طبعا على الرولر بتاعتنا او المسطرة بتاعتنا، كل سنتيمتر واحد في 10 مليمتر او 10 مليمتر. فبالتالي المليمتر او المليمتر is a very small standard unit، هو وحدة صغيرة جدا of measuring length لقياس الأطوال. وطبعا عرفنا كمان ان هو ممكن نستخدمه في قياس حاجات، في قياس أطوال الحاجات الصغيرة، علشان كده نقدر نقول it is used to measure the length of very small objects as the length of an insect. على سبيل المثال لما نيجي نعمل measuring للlength بتاع an insect او بتاع حشرة من الحشرات، واحنا كده عرفنا المليمتر. تعالوا ناخد بقى بعض الاكسرسايزز او التدريبات علشان نثبت المعلومة في عقلنا. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي هنا بيقول لنا تك رايت او اعمل علامة صح the suitable unit على الوحدة المناسبة to measure each object، to measure each object او لقياس كل عنصر من العناصر دي. ومدينا هنا مثلا البيبر كليب، البيبر كليب او الدبوس بتاع الورق ده، وكاتب لنا هنا مليمتر وميتر. المليمتر طبعا اللي هو المليمتر اللي احنا عارفينه، اما الام الواحده دي فهي متر، هنقيسه بقى بالمتر ولا بالمليمتر؟ شاطرين طبعا هنستخدم المليمتر او المليمتر، فهنعمل عليها علامه صح كده او هنعمل تك رايت كده زي ما احنا شايفين قدامنا. طب التري، التري او الشجرة هنقيسها بالمليمتر ولا بالميتر يا اصحابي؟ شاطرين طبعا بالميتر، لان التري حاجة كبيرة فمش هينفع نقيسها بالمليمتر، هيطلع معانا رقم كبير جدا. طب الموبايل فون او السيلفون، الموبايل يعني، هنقيسه بالمليمتر ولا بالميتر؟ شاطرين طبعا اسهل ان احنا نقيسه بالمليمتر، لان الميتر هو هيطلع جزء صغير جدا من المتر. طب البوتل، البوتل او الزجاجة دي هنقيسها بالمليمتر ولا بالسنتيمتر؟ السي ام يعني سنتيمتر. شاطرين طبعا ممكن نقيسها بالسنتيمتر، هيطلع مثلا طولها 20 سنتيمتر او حاجة زي كده، فهنقيسها بالسنتيمتر عادي. طب الانسكت دي او الحشرة دي هنقيسها بالمليمتر ولا بالميتر يا اصحابي؟ شاطرين هنقيسها بالمليمتر زي ما قلنا من شوية، المفروض ان احنا بنقيسها بالمليمتر لان هي بتبقى اطوالها very small length او اطوال قصيرة جدا، فهنقيسها بالمليمتر. طب التوي دي او اللعبة دي هنقيسها بالمليمتر ولا بالميتر يا اصحابي؟ شاطرين اسهل ان احنا طبعا نقيسها بالمليمتر، لان هي طبعا توي صغيرة خالص فمش هنقدر نعمل لها measuring او قياس بالميتر زي ما احنا عارفين كلنا، لان الميتر ده
وحدة قياس كبيرة شوية هي هتطلع طبعا جزء صغير جدا منها، فالأفضل إن احنا نقيسها بالمليمتر. وتعالوا ناخد اكسرسايز تاني نحله مع بعض، خليكم معايا. وهنا في الاكسرسايز ده بيقول لنا يا أصحابي measure the length of each object، قيس الطول الخاص بكل عنصر من العناصر دي. فهنا عندنا مثلا comb، comb أو مشت يعني، وموجود تحت منه ruler. الرولر بتقيس اللينث بتاعه من أوله لآخره، فإحنا زي ما إحنا شايفين قدامنا تقدروا تحددوا هو اللينث بتاعه قد إيه يا أصحابي. شاطرين 11، وهنا واصل للجزء اللي بين ال 11 وال 12، 11 and 5 مليمتر. مش هينفع نقول 11 and 5 مليمتر، يبقى السنتيمتر الواحد في 10 مليمتر. لو حسبنا كده بقى ال 11 سنتيمتر فيهم كام مليمتر يا أصحابي؟ لو ضربنا 11 في 10 هنلاقي عندنا 110. وفي كمان هنا 5 كمان بعد ال 11 في 5 مليمتر، يبقى 115 مليمتر. طيب البراش دي او الفرشة دي اللينث بتاعها قد ايه يا اصحابي؟ هي برضو عايزين نحدد اللينث بتاعها بالمليمتر زي ما اتفقنا من شوية. هي الرولر تحت منها هي من الزيرو، وهي وصلة حتى بعد السكس بثري مليمتر او بثلاثة مليمتر. يبقى نضرب 6 في 10 يبقى 60 مليمتر، لان احنا قلنا السنتيمتر الواحد فيه 10 مليمتر، يبقى 6 سنتيمتر فيهم 60 مليمتر او 60 مليمتر، وكمان في 3 مليمتر بعد كده يبقى 63 مليمتر. يبقى نكتب هنا 63 مليمتر زي ما احنا اتفقنا من شوية. طيب البن ده او الدبوس ده هو موجود على الرولر زي ما احنا شايفين قدامنا 1-2 سنتيمتر، وفي 7 مليمتر قبل 3 بتلاتة مليمتر. 2 سنتيمتر فيهم كام مليمتر يا اصحابي؟ شاطرين 20، وفي كمان 7 مليمتر يبقى 27 مليمتر. يبقى نكتب هنا 27 مليمتر. طيب اللولي بوب او المصاصة دي طولها كام مليمتر يا اصحابي؟ لما نقرب منها شوية هنلاقيها معدية ال 5 سنتيمتر ب 3 مليمتر. يبقى بعد ال 5 ب 3 مليمتر، يبقى عندنا 5 سنتيمتر فيهم كام مليمتر يا اصحابي؟ شاطرين فيهم 50 مليمتر. السنتي الواحد فيه 10 مليمتر، يبقى ال 5 فيهم 50 مليمتر، و 3 كمان يبقى 53 مليمتر. نكتب هنا 53 يبقى 53 مليمتر. طيب الفورك او الشوكة دي اللينث بتاعها قد ايه يا اصحابي؟ زي ما احنا شايفين قدامنا على الرولر هي من اول الزيرو حتى عدت الايت ب 5 مليمتر او ب 5 مليمتر. احنا المفروض ال 8 سنتيمتر فيهم كام مليمتر يا اصحابي؟ شاطرين فيهم 80، وكمان في عندنا 5 مليمتر هنا يبقى 85 مليمتر. هنا 85 مليمتر. طيب البن ده او القلم ده اللينث بتاعه قد ايه يا اصحابي على الرولر اللي تحت منه؟ شاطرين هو بيبدا من الزيرو حتى 8 سنتيمتر، هو عند ال 8 بالظبط، يبقى المفروض 8 سنتيمتر فيهم كام مليمتر يا اصحابي؟ شاطرين فيهم 80 مليمتر. يبقى نكتب هنا 80 مليمتر زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب الكي او المفتاح ده المفروض ان هو معدي 3 سنتيمتر ب 6 مليمتر او ب 6 مليمتر. المفروض ان ال 3 سنتيمتر فيهم كام مليمتر يا اصحابي؟
شاطرين زي ما اتفقنا ال 1 سنتيمتر في 10 مليمتر يبقى 3 فيهم قد ايه؟ شاطرين فيهم 30 وكمان في 6 مليمتر يبقى 36 مليمتر. شاطرين كلكم. بكده نكون حلينا الاكسرسايز ده وعرفنا ازاي نقدر نحول اللينث او الطول بتاع اي اوبجكت من الاوبجكتس من السنتيمتر للمليمتر زي ما احنا شايفين قدامنا. كده يكون عندنا نوتس مهمة جدا هنراجعها دلوقتي في اخر درس النهاردة، وهي ان المليمتر is smaller than centimeter زي ما احنا شايفين قدامنا، السنتيمتر اهو والمليمتر جزء صغير منه، و there are 10 millimeters in 1 centimeter في 10 مليمتر في السنتيمتر الواحد. وبيقول لنا هنا كمان think، فكر معايا كده، how many millimeters are there in 2 centimeters؟ لما يسيبك تفكر شوية هتلاقي في عندنا 20 millimeters. طب how many millimeters are there in 3 centimeters؟ هتلاقي عندنا 30 millimeters. يبقى generally أو عموما 2 centimeters equal 20 millimeters، 3 centimeters equal 30 millimeters، 4 centimeters equal 40 millimeters، 5 centimeters equal 50 millimeters، etc. etc. أو هكذا. يعني كل ما زودنا 1 centimeter يبقى كأننا بنزود 10 millimeters بالظبط. وفي الآخر بيقول لنا notice that أو لاحظ أن when moving from centimeters to millimeters، لما بنحول من السنتيمترز للمليمترز the number gets a zero on the end، the number gets a zero on the end، الرقم بيزيد عليه زيرو في الآخر، علشان طبعا احنا بنضرب في 10 علشان نحوله للمليمترز فبيزيد عليه زيرو. كده نكون عرفنا ازاي نعمل moving او نحول from centimeters to millimeters من السنتيمتر للمليمتر، وازاي كمان نعمل measuring او نقيس اللينث او الطول in millimeters او بالمليمتر. ونكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس ياريت تعمل لايك. الدرس بتاع النهاردة الاكسرسايزز اللي موجودة فيه موجودة في كتاب المعاصر الخاص بالماث، تقدروا تحلوا اكسرسايزز اكتر منه. في اي سؤال او حد محتاج اي سؤال تقدروا تبعتوا لنا في التعليقات. الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.